حج بيت الله الحرام على المسلم القادر عليه المستطيع لأداء شؤونه ومناسكه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إن الله سبحانه وتعالى يكون حجكم حج مبرور وسعي مشكور مغفور إن شاء الله بفضل الله. نتمناو تمشيو إن شاء الله سالمين وتجيو غانمين نشوف الصحة والعافية وترجعوا بالصحة والعافية إن شاء الله. يمكن غادي نقدروا نمشيو مرة أخرى ولكن ما نقدروش نمشيو مرة أخرى على الأساس هذا الإنسان يرد البال مزيان في هذه المرة هذه في الحجة هذه إن شاء الله بحول الله ويحاول ما أمكن يدير كل المجهود ديالو باش الحج ديالو يكون حج مبرور. غادي تشوفوا شي امور اللي غادي يطيح لك العجب ما تعجبوش. حنا الحمد لله المملكه ديالنا كنمشيو للمذهب الملكي نتبعوا المذهب ديالنا ونديروا المناسك ديالنا على حقها وطريقها والله سبحانه وتعالى غادي يستر ان شاء الله بحول الله. قبل هذا الشيء وهذا واش تصافينا مع خوتنا؟ واش تصافينا مع جيراننا؟ واش تصافينا مع احبابنا؟ واش تسامحنا مع خوتنا؟ هذا الشيء هو اللي خصنا نديروا اول حاجه. حنا غادي نعبد الله سبحانه وتعالى كضيوف ديالو اذا قبل ما نمشيو عند الله سبحانه وتعالى نتصافوا مع بعضياتنا ونكونوا كلنا صافي ونكونوا مزيانين مع بيناتنا باش نكونوا مزيانين مع الله سبحانه وتعالى. شكون اللي اول مره غادي يمشي في الكل حج؟ تبارك الله تبارك الله. لا العمره ولا الحج؟ لا العمره. اللي ما عمره ما مشى كاع تما. واحد النصيحه اللي وجهي لله دابا شطح العدد ما تكونش عندي التليفونات يصوروا. وتبارك ما غاديش باش نصوروا بالتليفون. غادي نحجوا وكاين واحد القضيه راه تكونوا على يقين راه الوقيته اللي غتجي عندكم اول مره على الكعبه المشرفه راه هذيك اول مره واخر مره تشوفوا ديك الشوفه راه غترجع في نص ساعه من بعد ولا نهار من بعد ولا ما غتشوف ديك الشوفه اللي شتيها في الاول في الكعبه. اذا ما ضيعش الوقت ديالك انني نصور فيها ولا شي حاجه ونسى واحد الفضل خلاه لي الله سبحانه وتعالى انني غادي نشوف الكعبه هي ديك الدعاء المستجاب. نساو شويه التليفون ديك الوقيته هذا الانسان يخشع الله سبحانه وتعالى ويشكو يكمل الامور ديالو اللي يكون جاي ما نبقاوش داينها غير في السوق غادي نمشي نشوف هذاك المول راه قالوا لي فيه الثوب ناقص شويه الثمن هذاك راه فيه شويه ديال الهبط لا ديوها في العباده راه حنا غادي نعبدوا الله سبحانه وتعالى حنا غادي نضيف عبد الرحمن احسن هديه غادي تعطيها لولدك واحسن هديه غادي تعطيها لجارك واحسن هديه تجيبها للوالد ديالك ولا الوالده ديالك هو الدعاء معك. أن تفرج عن هاتيكم فرجا قريبا عاجلا يا رب إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تقبلنا عليك وأن تحفظ هذا البلد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في ملء الإعلاء إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين يا رب صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.